محاضرتنا هذا اليوم راح ناخذ موضوع او مقدمه حول Analog and Digital Communication System. في البدايه اريد افتهم شنو معنى Communication System او معنى نظم الاتصالات. الاتصالات بشكل عام او نظم الاتصالات هي تبادل او نقل البيانات من نقطه الى نقطه معينه. احنا نعرف بشكل عام استبدال او استبدال او نقل البيانات من نقطة الى نقطة اخرى، هذا صارت عملية الاتصالات تتخذ من منظومة الاتصالات. لكن الجهة او المصدر اللي يولد لي هاي البيانات اضافة الى الاداة المستخدمة بعملية النقل، وبالطرف الثاني الاداة المستخدمة بعملية الاستلام لحد ما توصل الى الجهة او المستلم، هذا بشكل عام صار سميناه النظام. لهذا راح تنطلق عليها مبدأ الكوميونيكيشن سيستم. راح ناخذ هذه المصطلحين بتفاصيل اكثر، لكن كمفهوم هي نقل البيانات او تبادل البيانات بين محطتين او بين نقطتين، هذا مفهوم الكوميونيكيشن سيستم. طبعا هذا الاتصالات موضوع او تطبيق استخدم على مر العصور. يعني في السابق ايضا استخدموا الكوميونيكيشن سيستم، استخدموا الاتصالات. يعني اذا ارادوا ينقلون معلومات من منطقه الى منطقه اخرى، كان في السابق شو يستخدمون الحمام الزاجر، او قد يستخدمون الدخان في ارسال اشارة او ارسال مسج معين الى نقطة معينة، او قد يستخدمون اضاءة اللي هي عن طريق استخدام اشعال النيران اللي يمثل لي بارسال ايضا اشارة الى طرف اخر، وقد يستخدمون ايضا العدائين او يستخدمون الطبول في ارسال هاي الرسائل. هذا كله يدخل ضمن موضوع او يدخل ضمن الاتصالات. طبعا الاختلاف اللي صار حاليا اختلاف التطور التقني، بحيث استبدلوا الطرق القديمة بطرق حديثة تعتمد على التقنيات المتوفرة حاليا. بحيث حاليا شنو امتازت بشكل عام الاتصالات الحديثة بموثوقيتها، ايضا كانت هي اقتصادية اكثر من السابق. يعني اقصد بها موثوقيتها من يا ناحية، يعني انا الرسائل او المعلومات اللي ارسلها من طرف الى طرف اخر تكون اكثر امانا لما توصل للجهة للطرف الثاني، وايضا تكون المعلومات تكون ثابتة وما تتغير خلال نقلها وتوصل بالطريقة الصحيحة. ايضا اقصد بها اقتصادية تكون اكثر، بحيث عندي هاي الطرق راح توفر لي طاقة، وهاي الطاقة اللي هي معنى آخر توفر لي جهد، وهذا الجهد لما توفر لي راح تقلل لي أو تسوي لي سيفينج بالأموال. يعني أنا بما نقلل الطاقة يعني قللت بالأموال اللي أحتاجها أو اللي أصرفها، بهذا معناته صارت أنا صارت نظم الاتصالات الحديثة اقتصادية أكثر من السابق. احنا بشكل عام نستخدم الاتصالات بحياتنا اليومية بشكل جدا كبير. يعني ابسط مثال، فرضا اذا شخص اتصل بشخص اخر، ابسط شيء يستخدم فرضا التليفون، يتصل هذا الشخص باستخدام التليفون، هذا كلام هذا الشخص يعتبر هو عبارة عن مسج او يسموها information signal. هذا information signal ينقل الطرف الأول المعلومات اللي يريدها إلى الطرف الثاني، يستقبلها الطرف الثاني، وأيضا بالعكس. هذا كله يدخل ضمن نظم الاتصالات، لأن شنو يتولد من عنده، يعتبر به جزء توليد الإشارة وجزء إرسال وجزء استقبال وجزء استلام للإشارة. إحنا بشكل عام منظومات الاتصال اللي نستخدمها من نوع الإلكتريك كوميونيكيشن، من نوع الإلكتريك كوميونيكيشن. زين، هاي فقط هاي المنظومات موجودة؟ لا، عندنا منظومات جدا هواي. واحدة من عندهن قد يكون Optical Communication،
وقد يكون نوع المايكرويف كوميونيكيشن. طبعا الالكتريك كوميونيكيشن اللي قلنا راح نستخدمها بالمحاضرات او بالمواد بهذا الكورس، تكون هي الاشارات الكهربائيه نستخدمها هي بنقل المعلومات. لكن قلت لكم عندنا ايضا انظمه اللي يسموها الاوبتيكال كوميونيكيشن وايضا المايكرويف كوميونيكيشن. اوبتيكال كوميونيكيشن كل هو يعتمد على استخدام تردد، لكن هذا الاوبتيكال يستخدم ترددات جدا جدا عاليه، اللي هو بحيث راح يستخدم الضوء بنقل البيانات. الضوء يستخدمه بنقل البيانات. ايضا اكو نوع اللي هو المايكرويف كوميونيكيشن، قد يستخدم هنا ترددات المايكرويف بنقل البيانات من طرف من نقطه اولى الى النقطه الثانيه، اللي هي متمثله بجهه الارسال وجهه الاستلام. هذا افتهمنا او كمقدمه بسيطه على الكوميونيكيشن سيستم، يعني هذه المنظومات ليس وليده اللحظه، منظومات قديمه لكن تطورت مع تطور الزمن مع تطور التقنيات المتوفره. بحيث بشكل عام عندي انا اي منظومه اتصالات، اي منظومه اتصالات تتكون من عده اجزاء اساسيه وعده اجزاء رئيسيه. الاجزاء الرئيسيه متمثله بالمسج سورس، ام بالترانسديوسر، ترانسميتر، شانل، ريسيفر، اوت بالترانسديوسر، ومسج ديستنيشن. هسه راح نجي نفتهم جزء جزء من هاي البلوكات. ايضا عندي هنا نويز ديستورشن اند نويز، نفتهم جزء جزء من هذه البلوكات. اول شيء عندي المسج سورس. المسج سورس هنا، المسج سورس هنا شو تمثل لي؟ هنا تمثل لي اللي هي اشاره المعلومات الاصليه او اللي هي اريد انقلها، مثلا هيومن فويس صوت الانسان تمثل لي مسج سورس، كانما معلومات اريد انقلها. هذا الشخص يتكلم، هذا مثلنا هيومن فويس، يعمل تردد، يعني عد تردد، يتحدث عد تردد معين. قد يكون عندي بيكتشر، عندي بصوره اريد انقلها ايضا من جهه الى جهه اخرى. ايضا تكون عندي فيديو او عندي داتا اريد ارسلها. بحيث راح تكون منظومه اتصالات عباره عن جزئين يعني رئيسيين، الجزء الاول جزء الارسال، والجزء الثاني اللي هو يمثل لي جزء الاستلام، اوكي، والجزء الثالث اللي هو يعتبر الوسط. ثلاث اجزاء. نبدي اول شيء بالجزء الاول. الجزء الاول قلنا احنا المسج سورس ممثله بالشنو؟ مثل المعلومات الرئيسيه او المعلومات الاساسيه اللي عندي. لو نفرض هيومن فويس صوت الانسان، هاي صوت الانسان شنو تعتبر؟ تعتبر ما نقدر صوت الانسان اشارات غير كهربائيه. احنا ايش قلنا؟ الانظمه اللي راح نستخدمها انظمه من نوع الالكتريك كوميونيكيشن، يعني شنو نحتاج؟ نحتاج الى اشارات كهربائيه. صوت الانسان او الفيديو او اي شيء او بيكتشر يعتبر اشارات غير كهربائيه. زين، انا عندي ذني الاشارات الغير كهربائيه، انا المنظومات عندي هي لازم استخدم الالكتريك كوميونيكيشن، لازم احولها الى اشارات كهربائيه. قبل لا احولها انا ذني صوت الانسان والبيكتشر والفيديو، شلون انا اقدر ادخلها على النظام؟ طريقه ادخالهم كلكم اغلبكم يعرفون، اما ادخالهم عن طريق الميكروفون صوت الانسان او عن طريق الكاميرا او عن طريق الكيبورد اذا كان عندي بيانات، هذن كلهن يعتبر عمليات ادخال الاشارات او المسج سورس للمنظومه. زين، هذن المسج سورس احولهن الى اشارات كهربائيه عن طريق استخدام انبوت ترانسديوسر اللي هو متمثل بالمحول. شو يحول لي؟ يحول لي الانبوت مسج انمن الى الكتريك سيجنال، الى شكل ويف فورم. سميناه بشنو؟ سميناه بالانبوت سيجنال. حول لي اياها من اشارات عاديه الى اشارات كهربائيه حتى يفتهمها النظام، لان يعني هو نظامنا عبارة عن الكتريك كوميونيكيشن. زين، هذا الاشارات حولناها عن طريق الترانسديوسر صارت اشارات كهربائية. هاي الاشارات الكهربائية انا اريد ارسلها عن طريق الترانسميتر. الترانسميتر شو يمثل لي؟ الترانسميتر اللي يمثل لي هو جهة الارسال، اوكي. هاي جهة الارسال قد تكون عبارة عن سب سيستم، أو قبل لا أقول هي عبارة عن سب سيستم،
جهة الإرسال عبارة عن modification. شنو أقصد بيها؟ أقصد بيها إشارة، تعديل الإشارة، تعديل يا إشارة، تعديل إشارة الكهربائية اللي وصلت لي هنا، تعديل هاي الإشارة الكهربائية بما يتلائم مع الوسط الناقل عندي، يعدل لي هاي الإشارة بما يتلائم بوسط الناقل. زين شلون أنا أعدل؟ شنو أقصد بيها؟ أعدل بيها، أعدلها عن طريق عبارة عن عدة أجزاء يسموها الصب سيستم. الصب سيستم شو أقصد بيها؟ أقصد بيها قد يكون عندي موديليشن، قد يكون عندي انكودر، قد يكون اكوالايزر، قد يكون سامبلر، عدة أنواع من الصب سيستم. شو يسوي هاي الصب سيستم؟ يعدل لي، أو اللي صب سيستم أقصد بيها عبارة عن أنظمة فرعية أو عدة أنظمة أو أنظمة مقسمة، هذا يعدل لي إشارة الكهربائية اللي هي انبوت سيجنال اللي حول ليها إلما ترانسميتد سيجنال، الإشارة المرسلة أو يسموها الويف فورم سيجنال، أو قد يسموها الباس باند سيجنال، الباند باس سيجنال. تمام، هاي الإشارة المعدلة تنقل إلى الجهة الثانية، هاي إشارة تنقل للجهة الثانية، تنقل عن طريق شنو؟ عن طريق وسط. هذا الوسط يعني واحد فرضا كلام يريد ينقله الشخص الثاني، هذا الكلام خلال وصوله للطرف الثاني، هذا الوسط أو الجزء اللي ينتقل من الشخص الأول للشخص الثاني هذا يسمونه الوسط. الوسط دي عدة أنواع من الأوساط، قد يكون هذا الوسط واير اللي هو عدة أنواع، قد يكون نوع تويستد بير، قد يكون نوع كوكسد كيبل، قد يكون ويف جايد. هذا إذا كان من نوع الواير أو نوع اللاين. زين نرجع استيبين، شنو أقصد بالتويستد بير؟ تويستد بير اللي هو نفس الكيبل اللي مستخدم اللي يربط بين الراوتر وبين النانو ستيشن، هذا الكيبل اللي يربط بين الراوتر وبين النانو ستيشن هذا يسمونه تويستد بير كيبل. اوكي، نوع ثاني يسمونه الكوكسد كيبل. كوكسد كيبل شنو اقصد بيه؟ اقصد بيه هذا الكيبل اللي يربط بين بين الساتلايت او بين الرسيفر وبين الدش، بين الصحن وبين الرسيفر، هذا الواير يسمونه الكوكسد كيبل. ذني أو قد يكون نوع الأوبتيكال فايبر. أوبتيكال فايبر نوع من أنواع اللاين كوميونيكيشن أو نوع الواير كوميونيكيشن، هذا ينقل البيانات باستخدام الضوء يسمونه الأوبتيكال فايبر. زين هذا نوع إذا كان نوع واير. زين عندي أنواع ثانية اللي هو إذا كان عندي فري سبيس، النقل المعلومات من طرف إلى طرف إذا كان فري سبيس، هذا شو يسمونه؟ يسمونه الراديو ويف او راديو كوميونيكيشن، يعني استخدام الفري سبيس او استخدام الهواء بنقل البيانات، مو استخدام الهواء او راح نوضحها اكثر، يستخدم الهواء او الراديو ويف بنقل البيانات. هاي الشانل طبعا راح نرجع لها، الشانل للانواع مالتها نقلت هاي البيانات المن عرفنا عدة أنواع من النقل، أما واير أو وايرلس، يعني قلنا نختصرها أما يكون عندي واير أو وايرلس بنقل المعلومات. أوكي، وين وصل؟ وصل للرسيفر. الرسيفر شو تمثل لي؟ الرسيفر هو نفسه ترانسميتر لكن عمليات معكوسة عدي. إحنا شنو قلنا بالترانسميتر؟ عبارة عن شنو؟ سب سيستم، قد يكون موديليشن كودر إكوالايزر، هنا عدة عمليات تجري بالترانسميتر. أما بالرسيفر تكون هنا عمليتها معكوسة لمن؟ للترانسميتر. شنو يجري هنا بالترانسميتر؟ تكون هنا بالرسيفر عكس العملية، يعني هنا إذا كان عندي هنا عملية موديليشن هنا راح تكون بالرسيفر عملية دي موديليشن، إذا كان عندي عملية كودر هنا بالرسيفر راح تكون دي كودر. يعني شنو راح يصير بالترانسميتر؟ نعكس هالعملية وين؟ بالرسيفر. لما توصل النت إشارة الترانسميتينج للريسيفينج للريسيفر راح نسميناها الريسيفينج سيجنال. هاي الريسيفينج سيجنال شو تحولها؟ نحولها إلى إشارة كهربائية اللي هي نفسها هاي، هنا انبوت سيجنال، هنا صارت الاوتبوت سيجنال من الريسيفر.
زين انا الاشاره الكهربائيه بجهه الاستلام ما استفاد منها لان ما افتهمها. زين شو اسوي؟ احول هاي الاشاره الكهربائيه المهم احولها من اشاره كهربائيه الى الاشاره الاصليه عن طريق شنو؟ ايضا استخدام المحول اللي هو اوتبوت ترانسدوسر، بحيث يحول اياها من الاشاره الكهربائيه الى الاشاره الاصليه اللي هو مثلناها بالاوتبوت مسج، بحيث وين توصل؟ توصل للمستلم النهائي. بحيث شنو صار عندي؟ صار عندي عمليه توليد الاشاره وتحويلها الى اشاره كهربائيه، ونسوي لها عمليه موديفيكيشن عن طريق ترانسميتر، وننقلها بالوسط. هذا الوسط اما يكون واير او يكون وايرلس، توصل بالعمليه بالريسيفر، حتكون عمليه معاكسه من ترانسميتر، توصل تحول الى اشاره كهربائيه، اشاره كهربائيه نحولها الى اشاره الاصليه اللي هي اشاره فرضا اللي احنا ارسلنا هنا هيومن فويس، هنا توصل لي هيومن فويس. لكن اكوش خلال عمليه الارسال هاي الاشاره تتعرض الى عده اشياء، قد تكون تعرض الى distortion and noise. شو اقصد بيها؟ distortion and or attenuation or noise، يعني تعرض الى distortion اقصد بيها التشوه، الاتنويشن اقصد بيها التوهين، النويز اقصد بيها الضوضاء. نجي واحدة واحدة. شنو الاتنويشن؟ الاتنويشن بالعربي معناته التوهين. شنو معنى التوهين؟ التوهين شنو اقصد بيها؟ اقصد بيها يعني راح اضرب مثال راح تبين عندكم. فرضا شخص جاي يرسل معلومات الى هذا، فرضا الطرف الاول الى يرسل معلومات الى الطرف الثاني، تمام؟ هاي المعلومات لما توصل للطرف الثاني تكون المسافة فرضا بيناتهم 1 متر، مسافة بيناتهم 1 متر، تمام؟ هذا الطرف جاي يتكلم او صوت انسان جاي يتكلم من الطرف الثاني، يستلم هذا بوضوح، يعني اذا كانت مسافة 1 متر. هذا الطرف الثاني اذا ابتعد من مسافة معينة، ابتعد فرضا صارت مسافة 5 مترات، شو راح يصير بالصوت مات الطرف الأول؟ راح الصوت مالتك إنما لما يوصل الطرف الثاني يضعف أو يصير يسمعه يعني بوضوح أقل، أوكي؟ لما نزود المسافة فرضا صارت المسافة بيناتهم 10 مترات، احتمال ما راح يسمع. أو فرضا إذا صارت المسافة فرضا 15 متر، هنا شو يصير بالإشارة؟ راح تضعف الإشارة أو الصوت راح يضعف. هاي ضعف الإشارة راح نسميها بالتوهين. التوهين يعني شنو؟ هو يصير عندي ضعف بالإشارة. زين على شنو هذا يعتمد التوهين؟ التوهين على يعتمد على المسافة بين المحطتين أو بين المسافة بين الشخصين. يعني كل ما زادت المسافة راح التوهين شبيه؟ راح يزداد كأنما عندي ضعف الإشارة. التوهين يعتمد على المسافة بين المصدرين أو بين المحطتين. هذا فهمناه إذا التوهين الاتنويشن. نجي للدستورشن. الدستورشن شنو معناته؟ الدستورشن معناته التشوه. التشوه هنا عندي نوعين من التشوه، أما يكون لينير اكو لينير ديستورشن، اكو نوع ثاني نون لينير ديستورشن. النوع الاول او خلينا نحكي شنو هو التشوه اللي يصير. فرضا عندي اشاره فرضا اللي الطرف الاول يرسل اشاره بشكل سكوير ويف، تمام؟ هاي اشاره السكوير ويف لما توصل للطرف الثاني راح تصير فرضا بهذا الشكل. هاي شنو معناته؟ هنا كأنما صار عندي تشوه بالإشارة، هنا هذا يسمونه distortion، صار عندي تشوه بالإشارة. هنا شنو صار عندي؟ هنا صار عندي كأنما الإشارة صار بها separate، انتشار من إلى الخارج، يعني separate out، كأنما هذا بهذا الشكل انتشرت الإشارة، صار الإشارة بها تشوه، واصلة للطرف الثاني شنو بها؟ بها تشوه. هذا سميناها distortion. هذا كان يسموها linear distortion، يعني هنا عندي إشارة أرسلها للطرف الثاني خلال القناة صار بيها عملية distortion، صار بيها تشوه بالإشارة. وصلت للريسيفر شبيها الريسيفر صار بيها تشوه ما يقدر يفهمها. زين الحل لهاي المشكلة شنو؟ الحل هاي المشكلة عن طريق استخدام إيكولايزر. هذا الإيكولايزر يتحكم لي بيما بالفيس وبالجين.
مات الإشارة بحيث يقدر يفهمها أو يقدر يعدلها بحيث تصير مماثلة للإشارة المرسلة. هذا اللينير ديستورشن. النون لينير ديستورشن أيضا ناتج من عملية التوهين. خلال عملية التوهين أيضا يأثر لي يسوي لي تشويه بحيث يكون اللي علاقة بالأمبليتيود للإشارة. هنا نحل أيضا عن طريق استخدام إكولايزر بيمن بالرسيفر. زين نجي إلى كلمة نويز. نويز شنو معناتها؟ معناتها الضوضاء. بما أن هي كلمة ضوضاء يعني شيء خارجي متداخل ويا الإشارة الأصلية، سوالي شنو؟ صارت عملية ضوضاء بيمن بالإشارة. يعني شنو؟ يعني أنا عندي إشارة مرسلة من جهة الإرسال إلى جهة الاستلام، خلال إرسالها اتداخلت وياها إشارات غير مرغوبة. يعني عندي إشارة اتداخلت وياها إشارات غير مرغوبة، صارت إشارة الأصلية ويا إشارات غير مرغوبة. هاي لما صار عندي إشارة غير مرغوبة وإشارة أصلية سميناها بالنويز. الإشارة غير مرغوبة يسموها interference signal، undesirable interference signal، داخلة ويا الأوريجينال سيجنال المرسومة من الترانسميتنج إن من الريسيفينج سيجنال، هذا يتعامل نويز. هذا بشكل عام أي منظومة اتصالات تتكون من هذني البلوكات. نرجع إلى الشانل. أنا قلت لكم بالشانل أدي عدة أنواع. أدي نوع الشانل اللي هو أقصد به الوسط، الوسط الناقل. هذا الوسط الناقل قد يكون او عندي type of transmitting media، يعني انواع الوسط الناقل قد يكون راديو كوميونيكيشن وقد يكون لاين كوميونيكيشن. شنو اقصد بالراديو شنو اقصد باللاين؟ اقصد بالراديو لما يكون تعرفون انتم مصطلح الوايرلس، يعني انا وايرلس يعني ما عدم وجود واير، هذا سميناه بالراديو كوميونيكيشن. باللاين عندما نقصد به عندما نستخدم الوسط الناقل نستخدمه عبارة عن واير. نجي للأول. طبعا كل نوع به فوائد وبه مضار. نوع الأول الراديو كوميونيكيشن، خل نضرب مثال اللي هو بما أن أنا استخدم راديو كوميونيكيشن يعني استخدم الموجات الكهرومغناطيسية الـ EM wave، استخدام الموجات الـ EM wave الـ electromagnet wave. بما أنا أستخدم أنا الوسط الناقل هو عبارة عن شنو؟ وايرلس، يعني الوسط الناقل هو الفري سبيس. هذا الفري سبيس شنو أحتاج به حتى أنا أقدر أنقل المعلومات؟ أحتاج به إلى هوائيات. هوائي وين؟ هوائي بالإرسال وهوائي بالاستلام حتى أنا أقدر، يعني عندي كأنما لازم إذا راديو كوميونيكيشن لازم عندي هوائي بالإرسال وعندي هوائي بالاستلام. هذا الهوائي بالإرسال وبالاستلام أقدر بيناتهم أرسل المعلومات عن طريق الفري سبيس. زين نجي نشوف الأدفانتج والديس أدفانتج من هذا النوع. أول شيء الأدفانتج مالته هنا لو كوست، يعني هاي واحدة. نقطة ثانية يكون أقل تعقيد. أوكي نشوف شنو أقل كلفة وشنو أقل تعقيد. أقل كلفة، أنا لما أنقل هاي المعلومات احتاجيت في شيء حتى أنقل؟ لا، أنقلها بالهواء أو بالفري سبيس. أنقلها بالهواء ما أحتاج في التكلفة حتى أستخدمها لنقل البيانات، هاي واحدة. ثانيا أقل لو كومبلكس، أقل تعقيد. يعني شنو أقصد به أقل تعقيد؟ يعني هنا أيضا ما أحتاج فد منظومات تنصيب حتى أنقل هاي البيانات. أوكي طبعا هاي أقل تعقيد راح تفهموها أكثر لما أوضح اللاين كوميونيكيشن. زين نجي هذا الأدفانتج. زين الديس أدفانتج أول شيء لو سيكوريتي. شنو معناته؟ معناته هاي الإشارة لما ننقلها بالفراغ تكون معرضة أكثر من للاختراق. يعني أنا عندي إشارة أنقلها بالفري سبيس، هاي الإشارة تكون معرضة من للاختراق. قد واحد يقدر يهكرون هاي الإشارة أو يخترقون هاي الإشارة ويأخذوها، هاي واحدة. نقطة ثانية ديز أدفانتج إليه الانترفيرنس.
شنو معناه الانترفيرنس؟ الانترفيرنس قلناها معناتها التداخل، يعني هاي الاشاره لما ترسلها بالهواء تكون معرضه اكثر من للتداخل، قد هنا يكون عندي هواء ثاني اوكي ايضا يرسل هاي البيانات، قد تتداخل وياه يصير تداخل بين هاي البيانات وهاي البيانات، راح يصير عندي انترفيرنس بما بالانفورميشن المرسله. يعني هنا راح يصير عندي الادفانتج مالتها هو لو كوست وايضا لو كومبلكس. بالنسبه للديس ادفانتج مالتها اللي هي لو سكيورتي وايضا هاي انترفيرنس، تداخلها شنو اكثر. نجي للنوع الثاني اللاين كوميونيكيشن. اللاين كوميونيكيشن بشكل عام اللي هو نستخدم الواير قلتين اما توستد بير او كوكسيل كيبل او وايف جايد او اي نوع من الترانسميشن لاين اللي هو كل اذن يطلقون عليها ترانسميشن لاين، قد يكون اوبتيكال فايبر. هنا هذا الاوبتيكال فايبر واضحة عندكم واير، يعني هذا عندي الارسال الترانسميتينج، عندي هذا ريسيفينج، استخدام النقل بيناتهم نستخدم الواير اوكي. هذا الواير يعني اذا نشوف الادفانتج والديز ادفانتج، اول شيء يعتبر هاي كوست، يعني عندي انا تكلفة هذا الواير، هاي المسافات قد تكون مسافات جدا بعيدة بين الارسال والاستلام، لما استخدم الواير هاي يعني عندي كلفة جدا كبيرة. هذا نوع الواير اذا استخدمنا الواير. ايضا عندي نوع من نوع الوايرات اللي هو الاوبتيكال فايبر والويف جايد جدا جدا غالي كتصنيع او كتنصيب. ايضا النقطة الثانية اللي هو كومبلكس، يعني يكون اكثر تعقيدا، مور كومبلكس. شنو اقصد بها اكثر تعقيدا؟ اكثر تعقيدا اقصد بها من ناحية التنصيب. تنصيب شنو؟ تنصيب الوايرات. هاي الوايرات ايضا يحتاج عملية تنصيب الى لما انصبها او لما اخلي هاي الوايرات يكون اكثر تعقيدا. هاي اكثر تعقيدا مين؟ من الراديو كوميونيكيشن. ليش الراديو كوميونيكيشن؟ انا ما احتاجيت وايرات انصبهم، مجرد ارسل المعلومات بمن بالفضاء تمام. هنا لا، عندي هنا وايرات لها كلفه وايضا تنصيبها لها كلفه ويكون اكثر تعقيد. لكن هاي الديز ادفانتج مالتها، لكن الادفانتج مالتها شنو؟ الادفانتج مالتها تكون هاي سكيورتي، اكثر حمايه، لان هذا واير ارسل بيانات بواير، ما اقدر اخترق هاي البيانات المرسله بالواير، او قد تكون نقدر نخترقها لكن بكميه اقل من الراديو كوميونيكيشن. زين ايضا لو انترفيرنس، يعني اقل تداخل، عندي هذا الواير ارسل بيه بيانات، ماكو فت عندي موجات بحيث تاثر لي على الواير، اكو قد يصير عندي كروس تولك اذا كان واير بجانبه، قد يصير عملية كروس توك. تاخذونها بالشبكات شنو معنى كروس توك. هذا الفرق بين اللاين كوميونيكيشن والراديو كوميونيكيشن. يعني بشكل عام ذني كل واحد بي ادفانتج وبي ديز ادفانتج مقارنة بالاول والثاني. احنا بشكل عام بمنظوماتنا راح نستخدم، يعني منظومات نستخدم هو نوع الراديو كوميونيكيشن، نستخدم الفري سبيس بنقل البيانات.